هلأ صار دور فؤاد. إذا قدرت أثبت إنه ابنه هو اللي ورا هالقصة، رح يدفنوه هو والكرسي اللي قاعد عليه. الدكتورة جاي لهون ابني. شو الموضوع؟ كأنك مانك فرحان بشوفته. القصة مشربكة شوي. مساء الخير. مساء الخير دكتورة، شرفتي. شكرا عمو. لا تأخذيني دكتورة، اليوم كنت مضغوط كتير وما صح اجي بارك لك بالمركز، بس اكيد رح اجيكي. ها الله لا يقدر عمي حسن، بس اذا مرضت رح تجي لعندي اجباري، ووقتها منكسب شوفتك. لا دكتورة الله يوفقك، شغلتين يلي بخاف منهم بالحياة، واحدة منهم القضاة والتانية الدكاترة، بس مع هيك رح اجي بارك لك. لقيت انه ما رح تعزمني على العشاء، فقلت انا بجيب لك العشاء لعندك، ناكل؟ الله عطانا على قد نوايانا، أنا وفريد كمان كنا عم نفكر شو بدنا ناكل. يلا معناها. يسلموا إيديكي، بس اسمحي لنا نفوت ناكل جوا نحن. خذوا راحتكم. يا سلام. علي رضا، لك أنت شو طينتك؟ دهنت المركز كله لحالك؟ وقت كنت صغير كنت طالع مصروفي من قصة الدهان، يعني متعود على هالمصلحة. أقوى شخصيات اسطنبول اجتمعوا كلهم بحفلة على شرفك مبارح، وانت طلعت ورحت دهنت المركز كرمال انه تفرحني. بس خجلان تقول هالشي مو؟ الشي اللي ساويته كرمال فهمك انت شو بالنسبة لي، فشو لزوم الحكي معناتها؟ أحياناً البنات بيحبوا إنه يسمعوا بالتضحيات اللي بتنعمل كرمالهم علي رضا. أنت متضايق من شي؟ لا ابنه. أنا بعرف ليش أنت متضايق، بسببه لبابا عم تلوم حالك. ما تنكر علي رضا، أنت عقلك دقة قديمة شوي، بعرف أنك حاسس حالك عم تخونه لبابا وعم تعمل شغلات من ورا ظهره. أكيد برتاح أكتر إذا أبوك يعرف بقصة علاقتنا. مالنا بحاجة لموافقة حدا علي رضا، يعني نحن مالنا صغار بالنهاية، بس كرمال إنه يرتاح بالك أنا رح فاتح بابا بهالموضوع اليوم. ما رح يكون أحسن إذا بتستني كمان شوي؟ ليش؟ ما رح يكون أحسن إلنا إذا خلصنا من هالقصة بأسرع وقت؟ ما بدي إياكي تفتحي أبوكي لحالك، أنا بفضل إنه نروح مع بعض لعنده ونخبره مع بعض بالقصة، بس أنا بهالفترة بحاجة شوية وقت. أنا متفهمة خوفك، أبي إنسان صعب شوي، بس كمان هو بيحترم الحب كتير. أبوكي مانو المشكلة الوحيدة خالدة، في مشاكل تانية. أنا كرمال إني أقدر أبقى أنا وياكي مع بعض، مستعد واجه أي صعوبة وشو ما كانت، بس اللي مخوفني إنه أنت تضطري تواجه هاي الصعوبات. ما تخاف من شي، رح واجه أي صعوبة شو ما كانت. كتبت قهوة؟ كتبت. والمبيض والسكر؟ لك ليش بدك تعذبنا أنت؟ خلص بكتب ثلاثة بواحد. طيب تمام. ورق حمام؟ ورق حمام مع كورونا؟
منطلب لما بدنا. هيك رأيك؟ مين إجا؟ أكيد جارتنا، الصبح جابت لنا رز بحليب. ليش ما طعمتني؟ وشه محروق، أنت ما بتحبه. أخي؟ أهلا وسهلا. ماني مخربط مزبوط ولا لا؟ مزبوط أخي مزبوط، فوت على اليمين. لك شو عم تعملوا هون انتو؟ اهلا وسهلا فيك بقصرنا. شو هاد هدية البيت؟ جبت لكم ياهن بس عندكم تلفزيون؟ ناطرين تنزل الاسعار بركي منجيبه بالتقسيط. اخي اهلين اخي، تعال ما بتقعد الا بالصدر تفرفد. حادثة صغيرة ومرقت. مدام علي رضا عايش حياتي هلا، يعيشها وانا رح اجرب حياته. قال خالدة رح تفتح مركز بهالحارة. انت جيت ورا علي رضا لهون ولا كرمال خالدة تداوي لك جروحك؟ مثل ما قال فيكو، بهالفترة نحن راكدين ورا التخفيضات، إذا شفنا عرض 2-1 ما رح نروحوا. ما هيك فيكو؟ بس بهالشكل ما رح تقدر تجمع معلومات عنه. ما علينا، أنا رح روح شوفه بكرة، رح روح أتشكره. شكر شو؟ يعني بدي أتعرف على الزلمة اللي أنقذ لي حياتي. رح روح جيب الأغراض وإجي أخي. براق، أنا بعمل أي شي كرمالك بتعرف؟ مين طلب منك هالشي؟ ليكون بابا اللي دخلك بهالقصة. أنت دخلتني يا أخي، أنت دخلتني. إذا بعرف رح تقعد عاقل وما رح تحط علي رضا براسك، ما بفكر بهي القصص. أنا خايف عليك يا أخي، وبابا ما عاد قدر يحميك هلأ. أخي أنت شو عم تعمل؟ ليش عم تدخل حالك؟ ليش عم تتورط؟ آه؟ أنت من جديد لقيت السعادة؟ خلص انبسط فيها. شو بدك فيني؟ لا تخاف علي أبداً، أنا بعرف كيف رتب أموري. أنا بقلع شوكي بإيدي، لا تشغل بالك أنت. لك معقول هالحكي؟